صباح الخير تهنا تاعنا بالصحه والنصح الصباح كديرين الناس كتصبحوا بخير على خير. المهم اليوم غنجي نشارك معكم واحد الخبز حنا تنديروا الشلوح والله اخواتي بالعربي ما تنعرف سميتو. هذا المهم الطحين ديال الشعير ما حنا تنقولوا ليه رخصيص ما فيه لا خميره لا حتى حاجه لا الملح. شريتي النهار تاع الشر رخصيص قد تكون هذا انت سمعت انت بلا تخمير بلا ودنك بسم الله البنات نجنو بلا خميره بلا حتى حاجه. غنجمعها ونخليوها يرتاح شويه ونقرصو ونطيبو وهانتوما معانا ان شاء الله تبقى مطيبه بسم الله. هو شويه راه تيكون في العجينه واعر مي صحي كي شريتنا شويه تنزل تشقون في العجينه مي هو صحي. المهم هنا غنعجنو ان شاء الله دابا كي العجينه واخا نوريه لكم ان شاء الله. يلاه ما نطولش عليكم صباحكم الله نهضر شوية راه كلشي باقي ناعس. شريتي لنا هيا خدت عجنة ان شاء الله ايوا غديتها ان شاء الله سمعت غا نتا ديك الطاجن ان شاء الله. يالله يالله نتا ردي ان شاء الله بحول الله. البنات شريتي لنا هاد العجنة صافي ارتاح ولا فيها لا خميرة لا والو فيها الماء والملح ونخليها ترتاح ونبغي نقرصها انا نوري لكم ديال الشعير نبغي نقرصها نوري لكم ديال الشعير فين هي وقت غير ولا مهم تيسم ترجع ترتاح ودايرها تطيح الفوق صافا ونتقطع الفوق ونغرس مزيان. الشعير فين هي انا ولد البنات حنا راجعين ها هي العجينة ارتاحت راه تجي شوية قاصحة. المهم جاكم لابوبو مع الضيق تشرفت لنا مع الضيق الكوزينه. المهم هذه فاش غنقرصها ها شويه الشعير ها القرفه تسخن شويه مع المشي اذا انت شارك غيات بسم الله ونفع كنت ديرو ليه ونقرصوه بالشعير رخصيص ديال الشلوح اللي دايس معنا رخصيص هو الشعير بوحدو الماء والملح. باش غادي نغطي انا رخصيص فين قطيتو مثلا كل كل صغير المهم قطيتين راه مزيان هذا تقوش طحنت في الكراس شريت لنا غير غنغوض هي بس نختار خصي السن غنتي من المقلة غدي لهم تي سنا غدي لهم تي وحدة ديال غدي تحمل المقلة بس نقص من شوية مشات نفس الخاطر نص البنات رانا تنطيب كما تنقولو حنا خصيص. هذا الخبز بلا ما خميرة بلا تا حاجة تكال بالزيت البلدية والزبدة حنا تنطيبوه غنطي تسخن المقلة كيما تغسلي كطيبو شوية. المهم خليكم معايا ان شاء الله تنطيب هذا. وين انت شريت ما عطيت درت نفس الحيل المهم البنت هي تطيب شوية وصحية والشعير معروف من بكري هادشي اللي كانوا والدينا ياكلو جدودنا وداكشي والحمد لله راه كانوا بصحتهم حنا هاد الجيل تبارك الله خرج علينا داكشي ديال الجيل ديالنا ثاني تخيط ثاني تقول لا ما شاء الله خير من الصح وما نكون هنا نتاخر بخير اللي وشي فوزة او ديالو راه صحي اللهم لك الحمد. كل جيل وجيلو نتمنى تتبعم المهم هي تقلبخ تجي بحال الحرشة حرشة أمازيغية حرشة. المهم هذا حنا تنديروها حتى حنا عندنا الحرشة مي هادي تنديروها بكري الناس بكري ودابا رجعوا ليها الناس كاع رجعوا ليها الوالدين تيديروها اللي عندو الشعيرة طيبة مع صحية والشعيرة كما عارفين الفوائد ديالو. المهم دي شرطي ما عرفين تمزان حلانت تسنتي قدام حلانت أمي بريمة من كلشي المهم تهديك نوصل الفوائد ديالها. البنات صباح الخير شريتين تهنا لاباس هيا نصنوها رخصيص هايا رخصيص ها البنات هاكا تيكون رخصيص ديال الشلوح ها من غا الشعير والملح والماء
نتمنى تجربوه، راه زوين الجهاز الهضمي وصحي والشعيره من فوق معروف المنافع ديالو. شي شريتي النهار تمنى متى تدخل متى تدكم ترا خصيص حلا نتمزني الصح حلا ندير كلشي، او تي الزريت سوديا الزيت تمند هوني عند النور سيدلان هكا باش نفطرو حنا بكري. هو هادشي اللي كاين، ها الصينيه برد سايده، نتمنى يعجبكم وشاركت معكم رخصه ديال شبحتي شريتي النهار عاد تنتسنمت هذا تستانس ولي الزيت تمن دا ايوا هاي رخصه من المزيغه. نتمنى تسيو هاد الطماطم تجرب بارطاجا متحضنا، وهذا راه صحي مفيد لصحتي جدا جدا. يلا صباحكم مبروك وتصبحوا وتربحوا باش تمنوا. يلا الله يعاونكم.